السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا زواري الكرام. درس اليوم سنقدمه حول إضافة تعليقات الفيسبوك على مدونة البلوجر. لقد قمت بإنشاء هذه المدونة لكي نطبق فيها هذه تعليقات الفيسبوك. أول شيء يجب أن نقوم بعمل تطبيق على الفيسبوك. لإيجاد رابط عمل تطبيق ستذهبون إلى هذه المدونة. رابط هذه المدونة ستجدونها تحت الفيديو على اليوتيوب. طبعا المدونة خدمات مدونتي. إذن هذا هو رابط إنشاء تطبيق على الفيسبوك. نضغط هنا لإنشاء تطبيق على الفيسبوك. نضغط على إنشاء تطبيق. إذن هنا سنكتب اسم المدونة التي نريد أن نطبق عليها تعليقات الفيسبوك. كذا. ثم نضغط على continue. ثم نكتب هذا الرمز هنا. ثم نضغط على continue. انتظر. نعمل اكتواليزي لكي يظهر لنا هنا اسم المدونة التي نريد ان نطبق عليه اضافة تعليق الفيسبوك. هنا اكتواليزي او كنترول ار او اف 5 كما تريدون. اذا ها قد ظهرت لنا هذا التطبيق. قمنا بعمل التطبيق حتى الان. الآن سنضغط على موديفيي للبارامتر. إذا هذا هو الكود الذي سنحتاجه فيما بعد. نذهب مباشرة إلى هنا أبليكاسيون دومين. قم بكتابة blogspot.com. ثم انتري. ثم نذهب الى الويب سيت ويد فيسبوك لوجين. هنا سنكتب رابط المدونة اللي كتبتها بشكل صحيح. يجب نسخ رابط المدونة. هنا كنترول في للنسخ. ثم نضغط على انتري. اذا لقد نجحنا في اكمال التطبيق. هذا الكود سنحتاجه فيما بعد. نذهب الان الى المدونات خدمات مدونتي. طبعا كما قلت سابقا رابط المدونة ستجدونها تحت الفيديو على اليوتيوب. نذهب الى طريقة التركيب. سنبحث اولا. سنذهب الى تصميم. ثم نذهب الى تحرير HTML. هنا الى قالب. هنا سنضغط هنا تحرير HTML. ثم نذهب الى اذا سنبحث عن HTML هذا. ثم ننسخ هذا الكود امامه. Ctrl C للنسخ. اذا ها هي HTML. اضغط هنا. انا اقوم بالضغط على الاسباس. ثم ننسخ هذا الكود. اذا ها هو
قد نسخنا، إنها هو. ثم نضغط على حفظ النموذج، كي نحفظ النموذج ننتظر قليلا للحفظ. إذا لقد حفظنا النموذج بشكل صحيح. ثم الخطوة الثانية، نبحث على هيد ثم نقوم بنسخ هذا الكود تحتها مباشرة. إذا ها هي هيد. نسخ الكود. إذا هنا ترون فيسبوك أبليكاسيون إيدي. هنا سنقوم بنسخ الكود، وهذا الكود ستجدونه هنا كما قلت سابقا، هنا في تطبيق على فيسبوك. إذا هذا هو الكود، هذه أبليكاسيون إيدي. إذا هذا هو الكود، سننسخ هذا الكود. سننسخه هنا على فيسبوك أبليكاسيون إيدي. إذا ها هو الكود. إذا ها هو الكود. نقوم بحفظ النموذج مرة أخرى. إذا لقد حفظنا النموذج. ثم الخطوة الثالثة والأخيرة، نقوم بالبحث على هذا الكود. لكي نسهل البحث نضغط على كنترول اف او اف 3، ثم نضغط على كنترول في للنسخ، ثم نضغط على انتري للبحث. اذا ها هو. ثم نضغط على انتري مرة اخرى. اذا ها هو. سننسخ ذلك الكود هنا. سننسخ هذا الكود. كنترول سي ثم كنترول في. اذا هذا هو الكود. ثم نحفظ النموذج. إذا لقد حفظنا النموذج بشكل صحيح. ثم الآن نذهب إلى المدونة التي طبقنا عليها إضافة الفيسبوك. نضغط هنا. إذا كما ترون ها هو تطبيق فيسبوك. كما ترون هذا تطبيق فيسبوك. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء إلى درس آخر إن شاء الله. لا تنسوا زيارة مدونتنا خدمة مدونتي، ورابط مدونة سجلنا، وكل الروابط التي ستحتاجونها سجلناها في أسفل الفيديو على اليوتيوب. شكرا وإلى اللقاء، في أمان الله.